سامعين صوت الميكروفون؟ لأنه هذا الميكروفون اللي عم بستخدمه أنا. كيف حالكم؟ أنا جندار. البعض بعرفني من وين؟ مين بده يعرفني غير أصحابي؟ المهم أنا اسمي جندار وعندي اليوم لكم فيديو أنبوكسينج لمايك ريزر سايرن إكس بعد سنتين من انطلاقته للماركت، لأنه زي ما أنتم شايفين أنا بحاجة لمايك، قررت إني أشتري مايك وأعمل عليه فيديو أنبوكسينج معكم. شوف حجم المايك وشو المايك بيجي معه، مواصفاته، ونعمل عليه تيست ونشوف الكواليتي تبعته. عشان ما اطول عليكم يلا على انبوكسينج، لانه صوت المايك عاد كثير مزعج. يا سلام، بالله شوفوا الهيبه كيف مع السينمائيات معطي المايك حقها. على كل حال يلا على انبوكسينج. زي ما انتم شايفين هذا هو بوكس ريزر سايرن اكس ستريم سيرتيفايد، بيشتغل على او بي اس. طبعا زي اي بوكس في عليه لزقه، فبدنا اداه حاده. فشوفوا ذا ماجيك تريك. الله يا سلام. طبعا انتوا بتفتحوا اللزقه، ديروا بالكم من الاحتياط اساس ما يكون في اشي ورا اللزقه يخرب لكم البرودكت اللي جوا. ما فيش داعي للسكينه، الله معك. المهم تفتحوا البوكس، طبعا تعملوش نفس الخطا اللي انا عامله، عم بفتح البوكس ابسايد داون. اقلب البوكس فضحتنا. ممتاز. شوفوا يا سلام، الله عمي اللون الاسود لون ملكي. المهم افتح لي البوكس، شيل الميكروفون عفوا. زي ما انتم شايفين طبعا صغير الميكروفون، مو كتير كبير. عليه طبعا تيجي كبسة الميوت، هاي عن طريقها بتعمل ميوت وان ميوت للمايك. عندك هون اللي هو الفوليوم، هذا طبعا للصوت، تتحكم في الصوت يكون عالي يكون واطي صوت الميكروفون. عندك هون اللي هو كان الاضاءة شوي سيئة، كان هيك غامق مش مبين اشي، فخلينا نغير الاضاءة. ايوه هيك احسن. المهم زي ما انتم شايفين هون طبعا تيجي هاي الاوديو جاك، بتركبوا السماعه فيها عشان تسمع صوتكم في نفس الوقت. وعندكم هون اللي هو هاي الباور، بتركبوا فيها اليو اس بي وبتشبكوا اليو اس بي في البي سي، فانه اساس شغل المايك يعني. على كل حال خلينا المايكروفون على جنب. شوف فيه بالبوكس، بيجيكم في البوكس طبعا رساله من ريزر ومانيوال وكيف تركب المايكروفون. وعندهم هاي الكود تبعتهم، هاي اللي هي فور جيمرز باي جيمرز، تتش حلوه ريزر. المهم عندكم هاي هي الرساله، انا ما قراتها ولا بعرف شو في عليها. فها هون طبعا هاي نفس الورقه بتيجي هي كيف تركب المايك. وعندكم هاي هو اليوزر جايد كيف تركب المايك، كيف تشبكه، السيت اب. انا بتوقع ما حد بتهمه هاي الشغلات فبنخلص منه. المهم بيجي بالمايك كمان اللي عندك اللي هو وصله اليو اس بي، هاي هي وصله اليو اس بي، هاي الوصله اللي تشبكها طبعا في البي سي، في البلاي ستيشن، في اللابتوب، في السياره. لا سيارة بمزح. المهم عندكم هاي طبعا هي الوصلة اللي هي بتشبك دايركت المايك عشان تشغل المايك يعني، فما اتوقع انك تضيعها. عندكم هدول اللي نفسي ما يضيعوا بس دايما بضيعوا. شو في كمان؟ طبعا عندكم القاعدة، هاي قاعدة المايكروفون. نضف ليها لسه المايك جديد، تعرف يعني مايك جديد واسود وحركات. طبعا ليش بدي اطلع صفرة هيك؟ انا مو عارف الكاميرا. المهم تيجي عليها هي قطعة من تحت اسفنجية، هي ربر واسفنج في نفس الوقت عشان ما يقحط لك الميكروفون يعني، ما يقحط لك الطاولة، بتحرك يمين يسار فوق تحت وين ما تروح على الفاضي عادي يعني، ما بيقحط لك اشي. مع انه طاولتي انا مكسورة يعني ومقحطة وماكل هوا، بس يعني اضافة جميلة. خلي لي اياها هون سعيد. على كل حال شيك اذا في اشي تاني في البوكس، فيش اشي، دبل تشيك مرة تانية. شوفوا لي اذا في ايش هاي، طبعا مبين زي كانها كارد. المهم في شيء في البوكس، خلاص خلي لي البوكس، خلص لي منه. طبعا البوكس بروح على الخزانه زي اي بوكسات تانية، ترى لازم تجمع البوكسات هاي تخليها طول حياتك عندك. زي ما انتم شايفين هذا هو طبعا الميكروفون اللي انا كنت استعمله، هذا هو المايك. جدا مزعج صوته، فمش مصدق وانا استعمل المايك الريزر هاد. طبعا راح اصور في هذا المايك انا هسه وقت طب وانا قاعد اركب المايك. فاست فورورد برجع لكم. طبعا زي ما انتم شايفين المايك مش راضي يركب، عشان هيك لازم انتم تعمل دبل تشيك للبوكسات اللي بتفتحوها. شوفوا ليش، ترى القطعه موجوده جوا البوكس، يعني منيح اني ما زتت البوكس. فدائما شيكوا على البوكس مرتين وثلاث واربع قبل ما تخلصوا منه. Two thousand years later.
طبعا بما انه خلصنا تركيب وزي ما انتم شايفين يعني حجمه جدا مناسب تقريبا شبر يعني المايك. بالنسبة لي انا بدي مساحة، ما في عندي مساحة كويسة، ف جدا مناسب على الطاولة. على كل حال نرجع لتندر باي. زي ما انتم شايفين طبعا انا عم اسجل في المايك الريزر. هون انتم بتشوفوا اللي هي الكبسة الميوت. كبسة الميوت لما يكون المايك شغال بيكون لونها اخضر. بمجرد ما على كل حال انا قاعد بحكي والمايك طافي. المهم بمجرد ما تكبسها بصير لونها احمر، ببين عندك انه صار المايك ميوتد واخضر هيك. وطبعا هاي هي درجات اعلية الصوت وتوطية الصوت. المفروض هيك يكون اوطى اشي اكيد. اي ثينك كنتوا هسه شايفين او سامعين وهيك اعلى اشي. بس اللي مو عاجبني انه مو معطيني درجات يعني مو معطيني كم درجة الصوت. يعني سوي مثال هاي 10 ولا 9 ولا بغض النظر كيف. فيعني بصفي اني بدي اتحذر انا صوت المايكروفون كيف راح يكون. يعني حتى على الاو بي اس، على الاو بي اس مو مبين عندي قديش درجة الصوت. فانه هاي شغلة سيئة بالنسبة لي. يعني المفروض انه يكون في عليها الدرجات تسهل لك عملية انك تعرف وين الصوت. الشغلة الثانية انه النويز ريدكشن السبريشن اللي هو عازل الصوت. يعني انا لازم اطفي الاي سي او اطفي المروحه علشان ما يطلع صوته في الميكروفون. فهذا طبعا تقدر تضبطه بالفلترز، وتش انه اشي لازم يعني لازم استعمل فلترز انا علشان اضبط اشيل النويز. انه المفروض يكون بيلد ان. يعني بالنسبه لسعر المايك اللي هو 99.99 سنت على موقع ريزر، وعندكم على الامازون بتحصلوه ب 90 دولار جديد او مستعمل بتحصلوه تقريبا انا لقيت ل 81 دولار بس. وعلى كل حال انا يا اخوان بعمل ستريم على التويتش وعلى الفيسبوك تقريبا كل يوم. اذا حابين تشوفوني هناك اللينك راح يكون في الديسكربشن، وكمان عندنا الكوميونتي ديسكورد راح يكون تحت في الرابط. وقت الحالي انا بعمل ستريم وورزون اللي هي كول اوف ديوتي وورزون. اذا حابين حتى تشاركونا في اللعب تقدروا تحطوا اسمكم في الديسكورد وانا بعملكم اد. ما عندي اي مشكله اننا مع بعض. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم بليز لايك شير وسبسكرايب اذا حابين تشوفوا كمان. بالنسبه لي هذا اول فيديو انبوكسينج. الكواليتي ممكن تكون شوي يعني، بس ان شاء الله مع بعض نتطور. وبشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه. بالوقت الحالي انا عم اسجل. بالوقت الحالي شوفوا كيف عم اسجل الصوت. يعني هذا صوتي بدون فلترز وانا ملزق في المايك. يعني كمان شوي بدي ابوسه.